شنو هي اضطرابات القلق بشكل عام؟ القلق مو فقط اضطراب واحد، في انواع من اضطرابات القلق. في عندنا نوع اسمه اضطراب الهلع، وهو يندرج تحت اضطرابات القلق. بشرح لكم اياه. اضطراب الهلع لما الواحد يفكر زيادة عن اللزوم، يصير قلق ويحاتي بزيادة عن اللزوم، يبدأ يحس انه هو مخنوق، يبي يموت، يحس انه مو قادر يتنفس، يحس ان ريجه نشف، يحس ان قلبه قام يرجع حيل، يبدأ يشيك على نبضه، يفحص نفسه، يروح دائما يستمر في الذهاب الى عيادات الطوارئ لفحص الضغط والقلب، فحص السكر. ما يرتاح، يرتاح لما الدكتور يقول له في العيادة الطوارئ ان انت ما فيك شيء، امورك طيبة، لا تحاتي. بس هني تهدى نوبة الهلع، ويبدأ القلق من جديد، انه يخاف، يبدأ يحاتي انها تتكرر هذه النوبة مرة ثانية، يقعد يتوجس، يعني يقعد ينطر، ها متى بتي؟ الحين بتي؟ بعد شوي بتي؟ لا انطر، اخاف، احاتي. هذه نوبة الهلع. من اعراضها كذلك انه يبي يطلع من المكان اللي هو فيه، بطل درايش، بطل درايش، حس انه بيموت، يوقف بنص الشارع، يوقف السيارة ممكن. طبعا اول خطوة من خطوات علاجه انه ما نروح عيادة الطوارئ، لازم ما نروح، لان احنا قاعدين نعزز نوبة الهلع. زائد ان احنا ما يصير نقعد نشيك على نفسنا وين ما نروح شايلين معنا جهاز الضغط، في ناس تشيل معاهم جهاز الضغط ويحطونه كل شوي. النوع الثاني من اضطرابات القلق اسمه توهم المرض، هايبوكوندريا. توهم المرض متشابه مع اضطرابات القلق، بس الفرق انه دائما يحس انه هو مريض، ممكن يحس انه هو فيه سرطان، يروح يفحص ويشيك، واذا قالوا له ما فيك شيء، شخصوه، قالوا له ما فيك شيء، اوكي، يبدا يحول دكتور، يروح دكتور ثاني، يقول هذا الدكتور ما يفهم، لما يلاقي دكتور ياكد له انه هو ما في شيء، خلص من السرطان، ينتقل الى مرض اخر، يمكن فيني ربو، يمكن فيني ايدز، يمكن فيني اي شيء، يقعد كل شوي يخلص من مرض يروح الى مرض ثاني، ويظل عايش في دوامه هذا التوهم المرضي باستمرار. كذلك علاجه ما يصير تروح تفحص نفسك كل شوي، تروح تشيك عند كذا دكتور وتقعد تتأكد ان فيك المرض هذا ولا ما فيك. الفرق بين الهلع وبين توهم المرض ان توهم المرض يحدد لك مرض معين، اضطراب الهلع ما يحدد، بس يحس انه هو مريض، يحس انه في شيء، في مصيبة. نيجي حق النوع الثالث اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب ما بعد الصدمة من اسمه اي موقف يتعرض للإنسان، حادث معين، فقدان احد الاطراف، وفاة أحد الأقارب، شيء معين، خسر فلوس، طلاق، إلى آخره. هذا يعتبر موقف صادم بالنسبة للشخص، أي إنسان ممكن يحزن ويتضايق بسبب هالموقف هذا. لما يبدأ الحزن هذا يزيد عن حده، والإنسان يقعد يحلم في الموقف ويتكرر عليه وايد، يفز من النوم بسبب الموقف، لما يقعد في الأماكن اللي صار فيها الصدمة يتذكر، يلا فلاش باك، ويقعد يتذكر الحدث نفسه كأنه توه صاير الحين، لما يشوف الأشخاص اللي مرتبطين في الحدث نفسه أو متشابهين في الحدث نفسه، يجيله نفس الفلاش باك مرة ثانية ويقعد يتذكر كأنه توه صاير. هني دخلنا في شيء اسمه اضطراب ما بعد الصدمة. طبعا لازم تزيد المدة عن 30 يوم من الحزن ومن تكرار هالذكريات هذه. بالحالة هذه ضروري جدا علاجه في الدرجة الأولى أنه هو يتكلم عن الحدث ويحس في الأمان من الناس اللي حواليه القريبين عليه. ما نجبره أنه هو يتكلم، لكن نخليه يتكلم عن الموقف. إذا هو فتح خليه نقعد نسمعه فقط ونحسسه بالأمان، ما نجبره، خاصة إذا كان طفل يحب يقول القصة اللي صارت له من الموقف، فضروري أننا نقعد نسمعه وهو قاعد يتكلم عن القصة. النوع الرابع القلق العام، هذا نوع رابع من اضطرابات القلق. القلق العام هو القلق بشكل عام، مو من شيء محدد، أبدأ حاتي، خوف من المستقبل من غير مبرر، ما في سبب منطقي، يكون في عند الإنسان هاجس اتجاه المستقبل، اتجاه الحياة اللي راح تصير، ما في شيء محدد مخوفه بس هو خايف. طبعا متى يصير القلق مرضي؟ لما يعيق حركة الشخص لأداء واجباته الاجتماعية والعملية. واحد مو قادر يركز في شغله، واحد مو قادر يركز في دراسته، واحد مو قادر يدير حياته الأسرية داخل البيت بسبب المحاتات والتفكير. وآخر نوع من اضطرابات القلق هو الفوبيا بأنواعها. الفوبيا هي المخاوف أو الرهاب بشكل عام من أشياء محددة ما لها معنى، ما لها سبب منطقي. يعني واحد يخاف من الأماكن المرتفعة، مستحيل يوقف من فوق مكان مرتفع يطل، أو يخاف يوقف قدام الناس ويتكلم مع الناس، يستحي. طبعا أنا ما أتكلم عن خوف عادي، أنا أتكلم عن خوف مرضي يخليه ما يتجنب، ما يقعد مع الناس، أو يتجنب الأماكن المرتفعة ما يقعد فيه. فوبيا الأماكن المغلقة مثلا،
يخاف من الاماكن المسكره مثل الاسانسير، فتلاقيه ما يصعد للدور العاشر بالاسانسير، يصعد دري. فوبيا الاماكن المفتوحه، ما يطلع برا بيتهم، ونطلع حد يمكن راس الفريج او الجمعيه اللي يم بيتهم او داخل المنطقه حسب حده الفوبيا. كل ما طلع كل ما زادت دقات قلبه، كل ما اشتغل التوتر عنده والخوف، نشف ريجه قام يرجف يرجع ثاني مره البيت. كل هذولي اسمهم اضطرابات القلق. فكل ما زاد الاساس اللي هو القلق نفسه زاد عن الحد، احتمال انه يطلع لي واحد من هذولي. لما يجيني مريض يقول لي انا عندي توهم مرض، انا تلقائي انظر هني. لما يجيني يقول لي عندي اضطراب ما بعد الصدمه، انا تلقائي انظر هني. فاحسن شيء تتجنب المواقف اللي تسبب لك قلق علشان لا تطلع هذه الاعراض اذا كانت عندك. يعني انت مصاب بنوبات الهلع، مريض الهلع، تجنب المواقف اللي تسبب لك ستريس، ضغط، لانه مجرد ما تتعرض حق الضغط تلقائي راح تجيك نوبه الهلع. قيسوا عليها باجي المشاكل المتعلقه في اضطرابات القلق الاساسيه. يعطيكم العافيه.